من فريق العمل تحية إلى مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان والعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. يعيش لبنان إشكالية مسيحية ظاهرة للعيان. استدعت هذه الحلقة مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. لماذا؟ لأن حزب القوات حل أولا في التمثيل المسيحي بحسب آخر انتخابات نيابية، وعليه ثمة أسئلة وجودية يجب أن توجه إلى المسؤول الأول عن أقوى قوة سياسية مسيحية، وعلى رأس هذه الأسئلة: المسيحيون إلى أين؟ ما مشروعهم؟ هل صحيح أن لا رؤية استراتيجية كبيرة لديهم؟ وأليس الفراغ السياسي الدائم أخطر عليهم من الفراغ الرئاسي المرحلي؟ وانطلاقا من كل هذا، ماذا عن لقاءات بكركي؟ وهل تنجح القوات في استدراج التيار الوطني الحر إلى طلاق كامل مع حزب الله؟ أم أن أداء جبران باسيل تحت عنوان وحدة الصف المسيحي هو محاولة جديدة لتعزيز وضعه لدى الحزب؟ ثم هل لا يزال عنوان نزع سلاح حزب الله واقعيا بعدما اتضح أن طموح واشنطن وتل أبيب حاليا على الأقل هو تراجع هذا السلاح إلى شمال الليطاني؟ وهل يكفي أن تواجه المعارضة مشروع حزب الله المترامي الأطراف بحلم الدولة؟ وهل قيام دولة مركزية ما زال ممكنا؟ أم على الطوائف أن تتصارح بأن الحال مش ماشي وأن تبحث بالتالي عن دويلاتها؟ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، نحن الليلة في ضيافتك لإجراء جولة أفق معك من هنا من معراب، على اللقاء معك على علو 800 متر يتيح لنا رؤية الأمور من فوق. مساء خير حكيم. أهلا وسهلا أستاذ وليد. بدي بلش وقل لك أنه ما بوافق معك على أكترية ساحة من النقاط يلي وردت بالمقدمة، حتى فيها بعض المغالطات، من جملتها العلو بمعراب مش 800 متر. أوكي، هون علو يمكن أخذناها علو الضيعة كضيعة، هون عالتلة يعني عالتلة 900 متر. بس صراحة يعني أهم نقطة بدي أتطرق لها هي أنه بلشت حضرتك على أنه لبنان عم بيعيش إشكالية مسيحية بالوقت الحاضر. أستاذ وليد مش مزبوط، أنا ما بدي لا غير الواقع ولا نط عنه، لأنه إذا واحد تخطى الواقع أو تنط عن الواقع أو تغاضى عنه أو غض الطرف عنه ما بيقدر يعالج شيء. بس مش مزبوط، لبنان عم بيعيش إشكالة وطنية دولتية طويلة عريضة. كل الطوائف بلبنان، كل المجموعات بلبنان عم بتعيش إشكاليات طويلة عريضة، وبالتالي مش الإشكالية مثل ما عم بجربوا جماعة الممانعة مع بعض الفراش، يعني بيحبوا المسيحيين إلى حد أنه كل الطروحات زتوه عند المسيحيين. على سبيل المثال للحصر، أنه انتخابات الرئاسة معطلة، لا لأنه ما في تفاهم، مروني مش مزبوط. امبارح من يومين بس اذا اتفقوا صار في اتفاق، مروني صار. ما بيمشي رئاسة الجمهورية أبدا، ما صار امبارح، صار بحزيران 20 بالتقاطع، وتقاطعنا على جهاد أزعور وخدنا معركة بخلاف ما البعض بيفكروا. بس شو بيجي يعملوا؟ بيصيروا بدهم يسخفوا القصة، بيقولوا لا ما كانوا جديين بالقصة. بقول لك شو ما كنا جديين، ما تركنا نايب بأصقاع الأرض كلها حتى المسافرين منهم إلا ما حكينا معهم، والكل حكيوا معهم، وطلعنا ونزلنا. مشان هيك يعني مرشح، ما يؤخذني بالتعبير، مغمور أوكي قاعد بأمريكا جاب 59 صوت، ومرشح آخر صار له الثنائي الشيعي سنة عم بيخض له معركته بإيديه وبإجراه مع كل وهج سلاح ومع كل وهج كذا، تجيب 51 أو 52 صوت. 51 صوت سبب أنه الإشكالية المسيحية، لأنه حزب يعني الثنائية الشيعية عنده مشروع واضح، يعني عنده مشروع وعنده استراتيجية، وهذه الاستراتيجية عم تقدم شيئا فشيئا الدولة. من ميل تاني السنة، يعني هن بيقولوا انه صحيح يمكن هلا الوضع صعب بالنسبة لهم، بس انه التاريخ والجغرافيا بتحلم انه مجال ربما الانكفاء مرحليا،
لا إلنا إشكالية مسيحية، لأنه المسيحيين ما بقى عندهم طرف الوقت إنه يقصد وقت جديد فيما يتعلق بالقضايا الوجودية المطروحة اليوم على الساعة. نحن يعني كل عمرنا كمسيحيين وصراحة كلبنانيين ما عندنا طرف الوقت، الوقت انطلاقا من حجم بلدنا وانطلاقا من المخاطر المحلقة والمحيطة فيه من جنوب لشمال لشرق إلى آخره. فإذا بتنطب علينا كلنا سوا. بس ليش عم بقول لك هيك؟ لأنه حسيت آخر 3-4 أشهر في حملة مبرمجة بتزد كل مشاكل لبنان وين؟ عند المسيحيين بالوقت يلي مش مزبوط هيك. هلا المسيحيين، هلا انتبه بقول لك شغلة صراحة، آخر 40 سنة قسم من المسيحيين كانوا ضايعين تماما 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 يعني تماما، وهذا اللي وصلنا للي وصلنا له. بس ابتداء من سنة 2022 من بعد آخر انتخابات لا بلش الوضع يجلس، ما جلس كليا بس بلش يجلس يجلس. واكبر دليل انه التقليه اللي اليوم المسيحيين عندهم اياه بالبلد. بقول لك شغله استاذ وليد، اليوم اسال مين ما كان هون ومراكز دراسات العربيه والاجنبيه، قل لهم الصراع بلبنان بين مين ومين؟ بقول لك صراع بلبنان بين المسيحيين من جهه والثنائي من جهه ثانيه. يتقال لك وين صار موقع المسيحيين؟ فاذا لا مش هيك، بالإضافة إلى مجموعة مشاكل أخرى موجودة والكل بيتشاركوا بالمسؤولية عنها. طب أيه أخطر اليوم، الفراغ في رئاسة الجمهورية أم الفراغ السياسي على الصعيد الماروني؟ ما في فراغ سياسي على الصعيد الماروني. بعدنا عم بقول لك أستاذ وليد، أكبر دليل اسأل مين ما كان بلبنان وبرات لبنان شرقا وغربا، خي الصراع بين مين ومين اليوم بلبنان؟ شو؟ بقول لك بين المسيحيين. فإذا ما في صراع ما في فراغ، لو في فراغ ما كانوا مبينين بالمعادلة. لا مسيحيين لأول مرة من زمان هلا من 20-30 سنة مبينين بالمعادلة ومبينين مثل كأنه هن الطرف الآخر بالبلد. مزبوط ولا لا؟ من هيك لقاءات كبكي يعني اللي بلورت مشروع مسيحي؟ لا لا لا, لا, لا. هون خليني توقف شوي صغيرة تقلك وبكل صراحة وبدون يعني هيك لغة سياسية أو دبلوماسية، أنا ماني مقتنع بلقاءات كبكي. إيش بتقول لي مزاجك منا عم بتشاركوا؟ ليش عم تشاركوا؟ ايه طبعا عم تشارك، اولا كرمال الكنيسه مرحله. ليش منا مقتنعين؟ ليش القصه وداوني بالتي كانت هي داؤه؟ استاذ وليد نحن في فريق مسيحي صار له 15 سلطه 15 سنه بالسلطه بشكل جزئي وازن او بشكل كلي. ما هيك؟ شفنا شو طلع منه، عم بحكي تحكينا عن النائب جبران باسيل وجماعته. أخي ما شفنا 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 مش انه عم نحلل، انه شفنا ارائهم شو هي، شفنا مقارباتهم شو هي، شفنا ممارساتهم شو هي. ما بدي اروح ابعد من هيك بالحكي، شفناها. وبالتالي انه ما بيطلع منهم شيء. طيب بتقلي اذا هيك ليش عم بتروح على لقاءات؟ ما بيطلع منهم شيء يمكن، بس عندك غير حل انه تمد ايدك لهم؟ طبعا طبعا عندي غير حل، استجمع كل بقيه القوى. مثلا كل بقيه القوى المسيحيه مستجمعه هلا بكل صراحه. ولاحظ وقت بنكون باجتماعات بكركي ما في عدة فرقاء، حزب الكتائب والوطنيين الأحرار وبعض المستقلين ومن هون ومن هون وحتى جماعة بكركي بزيت، بنكون كلنا برأي والتيار برأي آخر. أوكي مهم في عندك إيه هلا. بس كمان في سبب آخر بتقول لي ليش مازالك ليش عم تحضروا اجتماعات بكركي؟ خي ما حدا منا أستاذ وليد له حق يحكم بالقدام على التاريخ. فإذا بتقول بركي في مكان ما، بس هلا انطلاقا من كل تجارب الماضي ما بقى يعني ما بقى ممكن نعطيهم أسقوصة ورق قبل ما ناخذ مقابلها مواقف معلنه، مش مواقف نحن وياه هون بيحكيك اللي بدك اياه، ولا حتى اوراق بيمضي لك على البلد. ما انت فاهم معنا بكام موجود على الورق؟ ما عم بقول لك وماضينه، مش بس موجود وماضينه انت فاهم معنا. هي كله ما بقى هلا ما بقى يزين معنا. اللي بيزين معنا اوكي عم نحط نقاط على الحروف، مثل هلا باخر اجتماع اللي صار بالكركي عم نحط النقاط على الحروف، راحوا هلا تيفكروا فكروا. بس برجع بقول لك هن طلبوا هالوقت الطويل للتفكير؟ طبعا مش وقت طويل طلبوا فكروا. ايه بس لا منا قليل يعني لمنتصف نيسان صراحة ما بعرف مين اللي حدد الاجتماع منتصف ولا اول ولا كذا. يا خي فكروا، بس من هلا وطالع ما بقى في كل شغله بشغلتها وبشكل كتير واضح، وبدهم يعملوا قبل مما انه ياخذوا اي شيء. هل عندك خشية انه يكون النائب جبران باسيل يعني عم يلعب على التناقضات تيغلي سعره عند حزب الله؟ مش عندي خشية، شبه اكيد هيك. ايش؟ شبه اكيد شبه اكيد. بقول لك شغلة استاذ وليد، هلا 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 يقبل حزب الله، حزب الله منه بهالوارد لاسباب هلا صارت ابعد من اللبنانية. يقبل حزب الله يقعد هو جبران باسيل تيتفاهموا على
رئيس مال الجمهورية غير سليمان فرنجيل هلا بيمشي جبران باسيل هلا لبل هو طرح الطرح من زمان. طيب شو قاعدين عم نعمل هلا؟ يعني اذا هيك يعني لقاءات بكركي اللي عم بيعولوا عليها كثير المسيحيين طبخة بحص مش يعني ايه ولا ايه في مكان ما انا برايي طبخة بحص رايي انا بس برجع بقول لك الواحد ما لازم ما لازم شو نحن هلا بسوا الالم يفوت الامل والرجع على الاخر بضل يجرب بيشوف اللي بيطلع. اهم شيء هالمره انه صرنا عارفينه وبالتالي كل شغله بشغلتها وبشكل كتير واضح وبشكل كتير علني وقبل بوقت مش انه بعدين ما فيش بعدين. طب هل عندك شعور انطلاقا من هون انه جبران باسيل عم يستخدم بكركي لحتى تسنده بتحويله او بتعويمه كمرجعية سياسية أكيد مسيحية؟ اكيد. والا فيك تقول لي لشو هالطلب يا لطيف يعني من 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 ثنايا القلب انه لازم تجمعنا يا غبطة البترك كلنا سوا بكركي؟ خلينا نشتم تنعمل شو هلا؟ اول شيء بدي تعرف وبدي بهمني كل الناس على العناوين الاساسيه منا مثلا منا مثلا تفريغ الاداره من المسيحيين يعني هالقضايا استاذ وليد هاي شعارات عند الحاجة بيطلعوها وبيطرحوها بيطلعوها وبيطرحوها خي ما ضلوا ست سنين بالسلطه معهم رئيس جمهوريه اكثريه وزاريه هن وحلفائهم اكثريه الثلثين لك هن وحدهم كان معهم النص وحدهم كان معهم النص هلا جاي عم يتباكى على حصد المسيحيين وعلى 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 المهم 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 بهالقصة كلها سوا. فإذا منشوف منلحق بتعرف عباب داره منلحق ومنشوف شو بصير. ما بتسهل له كمان يعني البعض بيقولوا انه تصار التيار الوطني الحر وصل الى التفاهم مع حزب الله انطلاقا من التحالف الرباعي وانطلاقا كمان من شعور بوقتها العماد ميشيل عون انه ما عطيوا حقه فيما يتعلق بالمقاعد النيابية. اليوم ما لازم يكون في خطة مضادة يعني استيعاب هذا الامر لحتى يرجع التيار الوطني الحر الى الخط التاريخي للمسيحيين. التيار الوطني الحر ما عنده خط تاريخي. انا مش عم بتجنى على جبران باسيل والمجموعة اللي معه ما عندهم يعني قادرين انه سنة 89 90 يخربوا المنطقة الحرة الوحيدة اللي كانت بلبنان يوصلوا يروحوا ألف قتيل تحت شعار شو وحدة البندقية أيام الحرب. انتبه أستاذ وليد أيام الحرب وقت اللي كان لبنان كله أوكي مليان تنظيمات مسلحة وقت التنظيم المسلح يلي خلى يضل في دولة ويضل في جيش هي لوات لبنانية. فإذا سنة 89 90 قدروا هالقد يوصلوا بالطرح لك سنة 2005 وقت صار في دولة وكان صار لها 25 سنة أي من بعد اتفاق الطائف 15 سنة أي من بعد اتفاق الطائف صار لا انه يجوز انه يضل في سلاح خارج الدولة وانه الدولة بعد منها جاهزة وانه ما لاش يضلها سلاح. ما عنده تيار الوطن الحر ما عنده مسلمات بيتمسك فيها عنده مصالح بيتمسك فيها بيأمن له مصالحه اوكي بيمشي الحال بعلم السياسة ما لازم انتم تأمنوا له مصالحه لتقووا فريقكم. بقول لك شغلة استاذ وليد شفت لو هن خرج ايادي ودولة لو هن خرج ادارة الدولة اوكي يمكن كنا ما نفكر فيها ما على شيء يا اخي ياخذوا الحصص كلها هلا بس انه يمشوا الحال. طيب اعطيناهم الحصص كلها سنة 2016 مضبوط ولا لا؟ رغم عنكم لا مش بالاساس متفقين بتفاهم مع بعض انه نص بنص بس استأثروا فيها ما اختلفنا استأثروا فيها رغم عنا مش رغم عنا. شو كانت النتيجة؟ أكبر أزمة ومصيبة وقعت على المسيحيين. أكثر مرحلة يمكن بكل 30 سنة الماضية عم بيهاجروا فيها، مزبوط ولا لا؟ فإذا لا هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، مش قصة تستعيدون لو إنه يهضموا بتستعيدون، لو إنه ممكن يطلع منهم شيء منيح، ليك أستاذ وليد، ضلوا 15 سنة بالسلطة المباشرة وغير مباشرة، الجزئية والكلية، بشرفك بشرفك. كرمال الله وكرمال هالجمعة العظيمة، أعطيني عمل واحد منيح قاموا فيه. أي شيء بيقولوا إنه جذبوا كثير يعني ما بدنا لا 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 شو بدي بيقولوا؟ أنت مواطن عادي يعني عم تضوي أنت شيء، عم تشرب مي شيء، عندك فرص عمل شيء، عندك شيء لا بس انعمل شيء بنيوي للمسيحيين، يعني أنتوا وياهم عملتوا إنه قانون الانتخاب مثلا والله لو ما كان في العماد ميشيل عون بيقصب عبده إنه كان ممكن مثل هذا القانون أن يوقع صح هيدي بس اقول لك شغله لولا القوات اللبنانيه موجوده اكيد هالقانون وغيره ما بصير شيء انما هي كانت لحظه مش هي اولويات التقيتوا انتم والتيار وموجود شخص مثل عماد ميشيل عون ببعبدا لولا القوات اللبنانيه ما كانت المحرك الرئيسي
اوكي اكيد ما كان صار شيء، بس كنا محرك رئيسي وصراحه هن كان عنده الرغبه. ايه هاي الشغله الوحيده مزبوط انا بعترف، بس غير عن هيدي خراب وبال. طيب بدنا ننتقل انطلاقا من هون الى ننتقل الى موضوع اخر هو رئاسه الجمهوريه يلا. وانما بعد فصل اعلاني اول. حكيم بالملف الرئاسي رشحته باول مرحله النائب ميشيل معوض، ثم رجعته رشحته جهاد أزعون، فيما الموالاه ثابته على خيار سليمان فرنجيه. برايك هل اخطاتم بعدم الثبات؟ مش قصه الثبات بهيدي، انت عندك مركز انتخابات، انتخابات رئيس الجمهوريه، وبالتالي بدك تشوف شو بتقتضي اللعبه الانتخابيه. طيب مع ميشيل معوض يلي اول ما رشحني قد ايش جبنا باقصى الحالات 47 صوت. مع جهاد أزول وين صرنا 59 صوت. فاذا ايه مزبوط كان خيارنا على انه بدنا نروح لقدام بالمعركه الانتخابيه. يا ريت مع ميشيل معوض قدرنا جبنا 60 و62 كنا كفينا على الاخر، بس ما قدرنا. يعني بده يروح لقدام بمعركه الرئاسه ما بيقبل يقعد على طاوله حوار؟ لا يا استاذ وليد، لا شو هالحكي؟ اول شيء اسمها انتخابات رئاسيه، شو دخل انتخابات رئاسيه وفي استعصاء فيها يعني ما عم لا, لا 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 في فريق عم بيستعصي خصوصي تجرك تقبل انت مرشحه. اول شيء بدي كل الناس يعرفوا كل يوم عم بصير حوارات، كل يوم مش يوم ايه يوم لا. بكل هالحوارات من سنه لحديث هلا شو طرح محور ممنع؟ شو بدكم تتمشوا بسليمان الفرنجيه؟ هيدا طرحه الوحيد للقصه. طاوله الحوار اللي عم بيدعي عليها الرئيس بري هي ملهات، هي غير شيء، ونحن ما بقى رح نمشي بملهات وبتفنيصات من هون وبضرب كم من هونيك وبقصص وروايات يعني ما لها لزوم. خيي اسمها انتخابات رئاسه الجمهوريه. وقت اللي كان في انتخابات رئاسه مجلس الوزراء حدا منا حكي شيء؟ يا عمي رحنا صرنا نعمل معركتنا ونعمل نحكي نتصل بالكتل ونتصل بالنواب ونقلنا هذا من هون ونقلنا هذا من هونيك، وخذنا المعركه من اول جلسه انطرحت باللي قدرنا عملناه وطلعت النتيجه مثل ما طلعت. اوكي هاي النتيجه ومشينا فيها، ما هيك؟ وقت كان في تسميه رئيس حكومه، هلا تسميه رئيس مئاتي، متذكر قديش كم صوت سمى رئيس مئاتي؟ اذا متذكر 54 55 صوت على التعزيح كده. لا اقل اقل من الاكثريه المطلقه سمى رئيس مئاتي. هيدي الآلية الدستورية رحنا عليها وتسمى الرئيس مئاتي، سمى الرئيس مئاتي. خي ما بفهم ليش هلا بدهم يعملوا هيك؟ في انتخابات رئاسة جمهورية. شو يعني انتخابات؟ يعني بيروحوا الناس وبينتخبوا. طيب بدهم يتشاوروا مع بعضهم قبل؟ ما هذا عم بصير، هو أكبر دليل. لكن المشاورات كيفية وقديش هي؟ صرنا سنة بست في شيء إنه ما عم يقتنع فيه الرأي العام، إنه وقت اللي بينقال إنه بدنا طاولة حوار هن بيقولوا إنه بدنا نحن ما بدنا لا اوكي ما بدنا لانه بتوصلونا لسليمان الفرنجيه، انه فيكم على طاوله الحوار تقولوا انه نحن جايين تنتحاور. اذا طرح اسم سليمان الفرنجيه وانتم رافضينه بتقولوا ما بدنا يعني. يا استاذ وليد ما بدنا بالمطلق، مش اذا طلع ولا ما طلع. في انتخابات رئيس جمهوريه تفضل رئيس بري بيدعي لجلسه مثل العالم وبعد دورات وما زبطت اول يوم ثاني يوم وما زبط، هيك بصير. هي انتخابات رئاسيه. خيي ليش انا ما عم بفهم؟ اذا بالدستور في شغله معينه بطريق معينه، خي ليش؟ خي ما بدي اروح على طاوله حوار؟ لانه ما لنا طاوله حوار. ليك استاذ وليد شو هو اللي كان اجدى انه نعمل حوار فيه؟ هي ولا اعلان الحرب من الجنوب؟ كلنا سوا معارضين الخطر ولا لا؟ وين الحوار اللي صار؟ حتى بالحكومه انطرحت، حتى اي اليه دستوريه، حتى اي مجلس نواب، جربوا بعض النواب بالجلسه اللي صارت مشان التمديد لعماد جوزيف عون، جربوا يقولوا بالاوراق الوارده او لا حتى قبل منها بجلسه الموازنه، جربوا قبل منها لا مش بجلسه الموازنه بجلسه التمديد، جربوا قبل منها او لا يمكن بجلسه الليجان، المهم بجلسه من بعد الحرب مباشره انه بده يطرحوا يتناقشوا موضوع ما قبل رئيس بري. استاذ وليد لا هيك يعني حدا ياخذ ثاني هيك يعني أشكرة وياخذوا هيك بالصلبطة؟ لا ابدا بياخذوا لا ابدا ابدا لانه ميزان القوى لمصلحتهم. ما مشان هيك ما بدنا مش قبلانين وما راح نقبل. في انتخابات رئيس جمهوريه بنروح بننتخب رئيس جمهوريه، هاي الاليه الدستوريه. خي ما بدي انت وقت بدك تحاور في 100 مليون مليار شغله انا بدي احاورك فيها قبل ما انت تحاورني فيها. اول شغله انت باسم مين عم تعلن الحرب يا عمي؟ لحد هلا استاذ وليد لحد هلا 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 الله يستر من بكره ومن بعد جمعه ومن بعد شهر ومن شهرين، قديش الخسائر اللبنانيه؟ 350 قتيل. ليه؟
مشان مين؟ مين بتحمل مسؤوليتهم؟ مليار دولار خسائر مباشره ومليار دولار خسائر غير مباشره، مين بتحمل مسؤوليتهم؟ هلا عم بيقولوا الدوله بدها تدفع، خي الدوله بتدفع وقت هي بتاخذ قرار، بس مش مين ما كان بياخذ قرار بحي الله شيء والدوله بتدفع، لا ابدا. شفت وقت اللي حكينا بالاساس يعني عن الاشكاليه المسيحيه هون، مش اشكاليه مسيحيه، بل انه من يتخذ قرار الحرب والسلم، يعني كمان هون المسيحيين حاسين حالهم انه خارج دائره القرار، لانه بين سنه 2006 ولحديت امبارح هن مساندين هالمنحه، قسم كبير منهم مساند هالمنحه، مزبوط مزبوط. وين كان التيار الوطني الحر؟ هون. بس هالمره منه معهم، يعني فيما يتعلق بحرب الاسد. لا 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 لا, لا 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 مش مزبوط. راد تصريح مزبوط استاذ وليد، بتلاقي ضربه على الحفر وضربه على المسمار، ومش كموقف مبدئي من الحرب بجنوب، بقدر منا بانتظار تياخذوا من حزب الله بدهم ياخذوا منه. طب هون ما عندك خشيه هون، لانه كثير بيقولوا انه في خشيه انه بيتفق جبران باسيل ربما باللحظه الاخيره مع حزب الله، يعيد تموضعه السياسي وينتخب ساعتها رئيس الجمهورية. يعني إذا نقلت التيار من فريقكم إلى الفريق الآخر وأنتم بتنزلوا بتأمنوا النصاب، هن بياخذوا رئيس الجمهورية. ليش ما عملوها؟ يعملوها يعملوها، لأنه هن بهالحالة رح يعملوا هيك، ما نحن كمان في شيء رح نعمله. شو فيكم تعملوا؟ ما يهمك، يعني ما رح أقول لك شو رح نعمل، بس أكيد إنه ما رح نقعد مكتفين إيدينا. وبأسوأ أسوأ 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 الحالات رح نكون معارضة ورح نصير أكثر بكثير مما هلا نحن، ما بدها شيء. خلص أستاذ وليد، وصل الوضع بالبلد لمطرح، أوكي، ما بقى في مجال هيك لأرباع الحلول ولا مسيرات من هون ولا تمييع من هونيك ولا تكاذب من هون، لا ما بقى موجود. يعني ندمت على تمييع 2016؟ مش قصة ندمت، كل لحظة وملايكتها معها. عن جد كل لحظة اوقات شياطين اوقات شياطين اوقات ملائكتها معها. 2016 شو بدك نعمل تجربه اعمق وابعد من هالتجربه، لك شو كانت النتيجه؟ اوكي. طيب هل ترشيح جهاد أزهور بعده قائم بالنسبه لكم؟ طبعا طبعا طبعا. وحراك الخماسيه مؤمن فيه؟ تعتبر انه لانه شفناك اخر مره يعني وقت اللي خرجوا من عندك ما كنت هيك راضي. مش قصد ما كنت راضي، بلا مبين انه جايين خماسية عم يسألوني مثل ما عم تسألني حضرتك هلا انت انه ليش حقوقك يا جماعه؟ انتم كلكم جايين من دول عريقه، اذا عندكم انتخابات رئاسيه خي شو بتعملوا؟ قلت لها للسفيره الامريكانيه امبارح من اربع خمس اشهر كان عندكم انتخابات رئاسه مجلس النواب، امبارح باول سنه صحيح مش 24 23 صراحه، كان عندكم انتخابات مجلس النواب، عرقلت اوكي شو عملتوا؟ جيتوا عملتوا طاوله حوار بلهاي ضليتوا تعملوا انتخابات صحيح دورة ورا دورة على خمسة أيام متتالية، عملوا 15 دورة أوكي. طب بالدورة ال 15 بتذكر كان نهار جمعة ساعة واحدة بعد نص ليل طلع رئيس مجلس النواب، وخيانة نحن عم نطالب نفس الشيء. دورة ورا دورة ورا دورة ورا دورة، بس وقت اللي حسيتهم إنه تبنوا مطالب أو رؤية أو حتى مقاربة الفريق الآخر؟ أكيد لا، بس انتبه وقت بيكون في حدا عم بجرب يعمل وسيط بجرب انه ياخذ شيء من هون ياخذ شيء من هون ياخذ شيء من هون، من اول فضلت انه نحط حدود للعبه، يعرفوا انه شو ممكن شو مش ممكن، مثل ما الفريق الاخر قال لهم بده حوار، نحن قلنا لهم بدنا انتخابات، نقطة عصر. برأيك حراكم جدي او هيك للشكل؟ لا مش للشكل، لا نيتهم جدية، بس شو بدهم يعملوا؟ شو فيهم يعملوا؟ أكثر ما يحكوا مع الفرقاء اللبنانيين. طب انطلاقا من هالأمر، البعض بيقولوا انه ربما لن نرى رئيس للجمهورية قبل انتخابات جديدة، يعني نيابية جديدة لا تفرز قوى جديدة أو ميزان قوى جديد في مجلس النواب. مش بالضرورة، بقول لك شغلة أستاذ وليد، القوى الغير ممانعتية بمجلس النواب الحالي هي أكثر. حط لي محور ممانعة على جنب، في 66 67 68 نائب منهم ممانعة. المشكلة انه في 25 واحد منهم ما عم بيقبلوا ياخذوا قرار. بيجي بصير ينظر لك بالفلك وبال او وسطيين، يعني بيقولوا نحن وسطيين تنضل انه في لينك بين اللبنانيين. لك يا استاذ وليد، الوسطي هو الشخص يلي مش اخذ حزبية معينة بكل الاوقات، عال بس بكل مرحلة من المراحل، وقت لازم يختار لازم يختار شيء. مش انه اذا وسطي ما بيعمل شيء. لازم يختار، يعني بس بمرحلة جلسة. مثلا وسطية تكتل الاعتدال ما كانت جيدة؟ لا أنا بتقول لك شغلة، مثلا بجلسة 13 حزيران الشهيرة الماضية بسنة 2023 اوكي
الوسطيين جهاد أزغول قبل اللي يعني صقر يعني من صقور 14 أدار أو من الصقور الأول أبدا. أنت سمع له شيء موقف سياسي لجهاد أزغول؟ أبدا. البروفيل تبعه بشرفك بكل موضوعية، مش هذا بروفيل المرشح الثالث بامتياز؟ بامتياز. بالإضافة إلى ذلك تقني إذا جمت خبير اقتصادي. طيب 59 وفي 20 صوت على جنب، خيا انت انت قدامك يا سليمان فرنجي يا جهاد أزغول. شفت لو راح صوت سليمان فرنجي ما كنا راح نكون كثير مبسوطين، بس انه ايه هيدا خيار. بس هيك قاعدين على جنب وشايفين انه هيدا بده يطول فتره الفراغ الرئاسي وضلوا قاعدين على جنب. طيب مش هيك. طيب احيانا بتلوح انه ممكن البحث بمرشح ثالث، يعني ايه؟ مرشح ايه؟ مثل مين يعني مثلا؟ لا لا. العميد جورج خوري انه لا لا ما راح فوت باسماء على الاطلاق، واعوذ بالله. بس مطروحه هذه الاسماء ايه، ولو كان يعني بالغرف المغلقه اوكي بنحكي بنشوف. هون الغرفه مغلقه بس لا هذه مفتوحه مفتوحه الهواء مفتوح بس الكاميرات ايه. اللي بدي اقوله انه عم بحكي في حال الفريق الثالث، هذه امتى بلشنا فيها؟ امتى بلشت مع المعارضه ككل؟ وقت اجى لودريان اخر مشوار من وقتها تاب وما عاد اجى، شو جاي بتطرحوا فكره؟ ليه تاب؟ ليه تاب؟ هذه حلوه كلها. تاب لانه شاف الفريق الاخر ما بده يتحرك على موقفه، شو بده يجي يعمل؟ اه برايك هي اسم موقفهم يعني تما عاد يجي؟ بعتقد هذا اعتقادي الشخصي. أوكي. اوكي شو اجى طرحه؟ كان يا اخي جربته سليمان فرنجيه وجربته مشان معوض وجربته جهاد ازغول ما مشي الحال، لازم ننقل على مرشح ثاني. نحن المعارضه كلها جاوبته ايه، راح عند هوديكي ومن هونيك ضل فايل دغري على المطار. قالوا له لا. اوكي فاذا قصه مرشح ثالث من وقتها مطروحه، ونحن ما عندنا مانع، يعني مش انه ماسكين بجهاد أزغول وما حدا قال لجهاد أزغول. ايه هلا متمسكين بجهاد أزغول، بس اذا ممكن يصير في حل بحدا معقول، ما يؤاخذوني بالتعبير، بالقليل من وزن جهاد أزغول وطلوع، ايه ليش لا؟ لانه منا متمسكين باشخاص، وهو جهاد أزغول منا متمسك بحاله كحاله. فاذا هي معناتها مرشح ثالث. بس هلا اذا بكره بصير في جلسه ايه بننزل بننتخب جهاد أزغول. سؤال اخير بعد بهالملف، يعني ببعض الدوائر السياسيه عم ينقال انه هلا المرحله ستكون يمكن مرشحين يرجعوا من دائره الاربعه الاقوياء، يعني سمير جعجع، جبران باسيل، سليمان فرنجيه، سامي الجميل. هل وارد هذا الامر؟ بس بعد المطرح بس مطرح ماني شايفها. ماني شايفها لانه عم بيقولوا انه هيدي القصه منا ظابطه، يعني المرشح الثالث والمرشحين بالواسطه، انه لازم نروح نرجع الى الدائره الاولى يلي هي الاربعه ونبحث هون، وحتى بينزل على مجلس النواب فيها. هلا ساعتها هاي من المرات القليله يلي لازم نعتمد احد المعادلات يلي حطها التيار الوطني الحر. شو هو؟ انه القوي في طائفته الاقوى في طائفته هو اللي بيمثل طائفته. ليه ما قصرت انت هالمره؟ هيدي كل مره قصر العماد ميشيل عون عليها. يا بطل اذا بدي عون انا فيني الحقه لانه بدنا نوصل على حل يا معلم، فيني سر علي قد ما بدك. ايه بس بدك توصل على حل انت ولا بدك يعني تعقد؟ طيب كمان بدنا ناخذ فصل اعلاني تنبحث الموضوع الاخير معنا او الملف الاخير الليله معنا يلي هو الجنوب واحتمالات الحرب يلا. المفتوحه. بالموضوع الجنوب في نظريتين، بعض بيقولوا انه اسرائيل ستقدم حتما على حرب مفتوحه، البعض بيقولوا لا انه هي عم بتهول هيدي لمزيد من الضغط على حزب الله. مع اي مقاربه من المقاربتين ما بعرف، وهذا صار يعني قصه تبصير وما بدي بصير انا، بس بدي اروح على السؤال قبل. خي مين اخذ القرار بفتح الجبهه بالجنوب؟ حزب الله. له حق، له حق يحط الشعب اللبناني كله. بدي اسالك شيء، له حق بالمطلق؟ لا بس بقوه الامر الواقع ايه. يعني هيك صلبطه. صلبطه اوكي متفقين، صلبطه يعني خلينا نسميها صلبطه. مثل ما هي بدي اقول لك شغله، انت اليوم اذا سالت الشعب اللبناني بشرفك، مش اكثريه نص زائد واحد، ما في اكثريه الثلثين وزياده ما بدهم هاي الحرب. كيف حدا له حق هيك خي يجي يزج بشعب بكامله بمطرح ما بده اياه الشعب؟ بأي حق، بأي منطق، بأي خي معادلة؟ ماشي نحن خلينا نروح على اللي بخصنا، على اللي بخصنا هون. انه مثل انه لبنان ارض سايبه هيك ومين ما كان، وهلا شوف شو عم بفرخ على
حواشي حزب الله، ساعة بيطلع لك مجموعة من هون وساعة حماس من هون. لا ولحقتهم كمان أمل وبعدين الجماعة الإسلامية يعني كلها وصلت مشاركة. شو بقى من الدولة هلا بلبنان؟ دولة صار مثل اللي عم جرب يوصف وضع ما قال عليها، عرفت كيف؟ إنه إيه ما هو وهون هيك، يعني معقولة هيك؟ ما هون يمكن نرجع للسؤال الأول، إنه برأيك هون منه مشروع الدولة يلي عم تحكوا عنه ما بقى واقعي؟ يعني هذه الدولة اللي بنعرفها ما عادت واقعية؟ هلا إذا عم تسألني عن هالدولة اللي بنعرفها، إذا عم تسألني بالمطلق بقول لك لا، ولا ممكن مجتمع يعيش بدون دولة. بس هالدولة اللي بنعرفها إيه ما بقت شغالة، ما بقت مناسبة، شايف شو عم بصير أنت؟ لك وين صارت يعني؟ ما بطلت موجودة يعني. يعني هل الدكتور سمير جعجع مع البحث عن صيغة جديدة للبنان؟ أنا مع البحث بس مع بقية الفرقاء اللبنانيين عن تركيبة جديدة للدولة، مثل ما هي السلطة مركبة هلأ مش شغالة، خلينا نضحك على بعض. لا هلأ ولا مبارح ولا أول مبارح ولا من ثلاث سنين، وشفنا لوين وصلت، بدها إعادة بحث. شو المصيبة؟ حدا يجي لي لا ماشي الحال بالتركيبة الحالية، بشرفي حدا يجي لي لا ماشي الحال، ماشي الحال تنكفي فيها. هلا البعض بيقولوا انه المشكل منه يعني اللي بدهم اللي بحبوا هذه الصيغه ويصدون عليها، بيقولوا المشكل منه بالصيغه الحاليه، ايه؟ منه بالدوله، المشكل انه في دويله هي اقوى اوقات من الدوله. امالك استاذ وليد، ايه ومين اللي ترك هالدويله تصير لهون؟ مين؟ ما قال لي مين؟ دويلي هلا يعني هلا هيك فجاه مبين هي من التسعين يعني من وقت اللي طبق الطائف وحيد يعني حزب الله. تعرف السبب الرئيسي لحل حزب القوات كان وقت اللي اعترضنا؟ وقتها كان حزب الله الميليشيا رقم 5. اوكي القوات كان فيه والحزب الاشتراكي والى اخره، طبعا اكبر ميليشيا كانت موجوده وقتها الجيش السوري. اوكي ما اختلفنا والباقي يجي بعدين حزب الله، ما كان هيك حزب الله. اوكي جينا نحن عم نعترض انه خيب حل الميليشيات، حل الميليشيات يعني اوكي نحن يلا جاهزين، وشفت شو عملنا، والحزب الاشتراكي نفس الشيء، وبقيه التنظيمات المسلحه صاروا كثير صغار يعني البقوة. بعد في هاي قال لا هي مقاومه، ومن وقتها بلش خلاف الرئيسي، وهذا اللي ادى لحل حزب القوات، وهذا اللي ادى وضع الحبس. بقيه السياسيين اللبنانيين وين كانوا؟ فاذا مش قصه انه لانه وجود دوله، ما وجود دوله كمان راجع لمواقف سياسيين لبنانيين بلبنان. هاي نوعية السياسيين، وبالتالي بدك تلاقي تركيبة هالنوعية من السياسيين بيعرفوا يشتغلوا فيها أو ما بيقدروا يأذوا فيها. خلينا انطلاقا من المفاوضات حاليا يلي عم بتصير يعني، وطبعا الطرف الأساسي عم ببين فيها ولو بشكل غير مباشر هو حزب الله. خليك معي أستاذ وليد، خليك، لأنه حزب الله هو اللي عم بقوس، ما راح يجي يحكم على البترك الراعي ولا راح يحكم معنا، لانه عظيم مش نحن عم نقول بس تقول يعني من خلال القواص هو صار بده يقعد على الطاوله. لا في ظل غياب رئيس الجمهوريه يعني رح يقعد بالنتيجه لحاله على الطاوله. غلط، عم بفاوضوا مع حزب الله بما يتعلق بقواصه بس، مش عم بفاوضوا معه بما يتعلق باستراتيجيه كبرى او ما يتعلق بمستقبل لبنان. غلط، ومن الاول كلهم خلوها تكون واضحه، يعني المفاوضين والمندوبين الاجانب ما عم بتفاوضوا معه نوقف اطلاق النار وقال رح تفوت عليك اسرائيل. إيه هاي كل المفاوضات. عظيم، بس ما عندك خشية هون، لانه دائما بنعرف انه المفاوضات بين الاطراف السياسية انه بتاخذ وبتعطي، يعني عظيم. اذا اعطاهم إيه؟ وقف اطلاق النار او هدنة او اعطاهم حتى الانسحاب الى الليطاني إيه؟ مقابل مكاسب سياسية. إيه؟ منه سيناريو معقول هيدا؟ بلا، خليهم يعطوا مكاسب سياسية. يعطوه ايه هن يعطوه، بس طبعا رح يعطوه من عنده، لانه لا بدهم يعطوه من التركيب اللي إيه كيف بيعطوهم جاي بتغيرهم، ما بيقدروا يمدوا ايدهم عليها جاي بتغيرهم، لانه جاي بتغيرهم هي نحن. كيف؟ وبالتالي ما نخاف، على طول القوى المحليه هي القوى اللي بتحدد مسار الامور. شو بدك بالحكي؟ ما تقول لي انه امريكا رح تجيب جيشها هلا وتقتلنا هون تعطي مكاسب لحزب الله. ما لنا بحجه تقتلكم، ما حزب الله بيقدر يفرض الامر الواقع. لا يا حو، ليش ما جاب سليمان فرنجي رئيس؟ لا هلا قديش صار له هلا سنه وطحم قلبه ويحكوا، وبالاخر بدهم يحطوها انه بدنا طاوله حوار ومدري شو. بتعرف طاوله حوار كلها شو هدفهم منها؟ طاوله حوار هدفهم اول شيء تضيعوا الشنكاش، لانه كل العالم عم بيقولوا انتم معطلين، ايه فيطلع انه اجتمعوا كل اللبنانيين ما قدروا يتفاهموا على رئيس، وبالتالي يجوز انه ما تصير. وشغله ثانيه اهم من هيك، بركي على طاوله الحوار اللي رح يكون
قاعد حول منها 15 16 17 شخص بيقدروا يسحبوا كم حدا ويقنعوهم بسلم الفرنسي. هاي كل الهدف من طاولة الحوار. طيب شعار نزع سلاح حزب الله، ايه هل برأيك بعده شعار واقعي أو فقدت الأمل منه بعد كل يلي لأنه هلأ مثلا أقصى طلبات الولايات المتحدة وإسرائيل أنه يا خي يرجعوا على الليطاني، أكثر من هيك ما في مطالبة. لك لا لا أستاذ وليد، عم بيحكوا بما يتعلق بالظرف القائم. بس شو بدي ببرا شو بنتو أكثر وقت هلأ إجا وقت نطالب بوضع سلاح حزب الله عند الجيش اللبناني هلأ، لأنه أثبتت الأيام والظروف على أنه شو عم بيعمل هالسلاح. بقول لك شغلة معادلة كتير بسيطة، من 20 سنة لهلأ، من سنة 2005 بس لما أروح أبعد منها، عشو عم بيقنعنا أنا حزب الله ويقنع الناس؟ ما قنعنا طبعا، عم يجرب يقنع الناس أنه لولا سلاحي ما في إسرائيل كل يوم تستبيح لبنان. يا أخو الله يا هلأ لشو ضل بعد اللي من الضاحية لبع البكلة الهرمي المبارح لبع الغربي، يعني لا جدرة شو بدك بإقليم الخروب، أنه لولا سلاحي إسرائيل ما كانت تستبيح لبنان. ما يحقوا سلاحك موجود ولك من لا استباحة. بس ما جربت أنعنا أنه أنت عامل لها سلاح هيدا لأسباب داخلية بالدرجة الأولى وإقليمية بالدرجة الثانية، أنه لولا سلاحك إسرائيل ما تستبيح، استباحته ونص تفضل. طبعاً لا بالعكس، اللي عم بصير هلا اثبت بشكل لا يقبل الجدل انه مقوله حزب الله الاساسيه يلي ارتكز عليها تكون معه سلاح غلط. هل صحيح مثل ما بيقول بعض انه القوات اللبنانيه ما عم تعرف تتعاطى او تتعامل مع لحظه التماهي بين السعوديه وايران؟ يعني في نوع من انواع التقارب بين السعوديه وايران، بعض بيقولوا انه تبدو القوات اللبنانيه وكانها بعيده عن هذا الامر. ليك استاذ وليد، اذا هيك الوضع لو هيك مزبوط، ايه ليش السعوديه ما حركت اصبعها صغير، مش اصبعها كبير او ايدها بما يتعلق باسلامين فرنجيه؟ ليه؟ انا خليني صحح شوي، شو بدأ محور ممانعة بيحكوا كثير، يعني من احمد سعيد لهلا عرفت كيف؟ حكي 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 ولك كل مره ما بنصير، وحكي وطفنيس وحكي واللي بدك اياه، انه تماهي وانه اتفقت السعوديه وايران. ماكسيموم اذا بدنا نوصف الوضع بين السعوديه وايران، ماكسيموم فينا نقول في تعبير بالفرنسي وما له ما له ترجمه بالعربي انتونت، يعني تهدئه، ايه تهدئه استرخاء. ليش قل لي وين عائمه استاذ وليد؟ شغله ابسط شيء ما يكون حقل الدره النفطي يلي بين السعوديه والكويت وايران، هذا واحد قدروا يتفقوا عليه لحد هلا؟ شو بيقولوا له اتفاق وصار ويا لطيف، انه مش مزبوط كل هالحكي هذا. وبعدين يعني متفقين على التهدئه او تهدئه الامور يعني بيناتهم، ايه اوكي. ببقيه الملفات كل واحد عنده موقفه ما بده شيء. طيب اعتبارا من هون، هل لا تزال المملكه العربيه السعوديه حليفه القوات اللبنانيه كما كانت في السابق؟ بدنا نعرف شغله، من وقت ما اجى الامير محمد بن سلمان، يعني صار هو ولي العهد بالسعوديه، تغيرت مقاربه السعوديه للمشكلات الخارجيه. ولا بأي شكل بعد السعودية بدها تتدخل بتفاصيل السياسات الداخلية للدول الأخرى ولا بأي شكل. إيه عندها رأي شو بصير بلبنان، ما هيك؟ بس إنه تتوح تتقوي هالفريق وتدعم هذاك الفريق وتجرب تجيب هذا رئيس جمهورية وتجرب كذا، لا ما راح تعملها. مثلا بقول لك بما يتعلق برئيس الجمهورية شو موقف السعودية بشكل كتير بسيط وواضح، يا خي أنا ليش أتدخل وأدعم فلان على رئيس الجمهورية ضد فلتان؟ لا بقعد بنطر بس يجي رئيس جمهورية، اوكي بشوف. إذا هالرئيس جمهورية إجا عم بياخذ لبنان مثل ما بالمطرح المضبوط، اوكي، بدعمه على الآخر وبدعم الدولة اللبنانية، إذا لا بدير ظهري أكثر وأكثر وبتركه الله يوفقه مطرح ما هو. يعني هي سياسته. وبالتالي القوات حليفة السعودية كثير، بتقول القوات صديقة السعودية، يعني نحن أصدقاء السعوديين، لأنه ما بقى عم بيدخلوا يتخذون حدا حلفاء لقلون بالمعنى المعروف بالشرق الأوسط. هل الأمر هيدا ما أضعفكم؟ ما أضعفنا، هل الأمر هيدا يعني طبعا يعني تقريبا، مش تقريبا يعني قطع أي دعم هيك بالمعنى الدعم ممكن، بس لا، نحن قوة محلية موجودة ومنفتخر بصداقة المملكة العربية السعودية، وبرأيي أنا هيك لازم تكون العلاقات بين دول الفرقاء مش أكثر من هيك.
طيب حكيم، نحن بجمعة الألام إيه؟ وبنهاية جمعة الألام طبعا في الصلب بعدين القيامة إيه؟ وهون نحن مجتمعين تحت شعار لبناننا آتن. هل الخلاص آتن؟ إيه؟ هل القيامة آتية حتما للبنان؟ بيني وبينك أكثر مرة يعني صارت واضحة عندي الأمور وشايفة صايرة، بس انتبه الطريق منا قصيرة. ليش؟ لأنه أنت هلا عم تفكر بحلول جدية، بحلول جذرية، بحلول عمياء، مش عم تفكر هيك بترتيب وضع. بس هو بيقولوا يا خيي بدنا رئيس جمهورية شو ما كان يكون. مش مزبوط. سنة 2016 جبنا رئيس جمهورية ومش شو ما كان يكون، لك شو كانت النتيجة؟ تصور تجيب رئيس جمهورية هيك يعني شي تك تك شي ديعه، مش مقبول. طيب فإذا إذا عم تفتش على حلول جدية بدها وقت، بدها جهد، بدها تعب. بقى نحضر حالنا كلنا سوا تنقدر نكفي بهالمشروع تنوصله على نهايته، تنوصله على نهايته. ما بدنا ننق ونبكي على الأطلال كل يوم وكل ساعة، لا، كل واحد منا بده شو المطلوب منه شغله يعمله على أفضل ما يكون، مثل ما كل مواطن بيقوم شغله، ساعتها أكيد رح نوصل. برجع بقول لك، مع إنه ما حدا منا في حدد قديش رح تاخذ هالقصوات، بس فرد مرة تاخذ وقت طويل ونوصل لحل فعلي على إنه تاخذ وقت قصير ونوصل لحبة بنادول أو أسبرو بتأدينا الدقيقتين وبترجع بعدين المرض هو زيرو. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع، شكرا لك على هذا اللقاء. كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود. طبعا اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل، تصبحون على ألف خير.